بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها كرومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا في حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وظل يوم القيامة على رؤوسنا وتقل بها موازين حسناتنا ومن بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن آمنون مطمئنون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا وتأوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نر متعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا بنظرته الناجية وحسبه المفلحين وانفعنا بما طابت عليه قلوبنا جرحمته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين ووردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر لنا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم حقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات. بنعم اشتكى إلي أنت يا ربي بك نستنصر على أعدائنا ورسلنا فانصرنا وعلى أرضك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى خيرك يا ربنا. اللهم وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وامن خوفنا وتقبل أعمالنا واصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا والمسلمين لا يخفى عليك هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا والمسلمين لا يخفى عليك هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا والمسلمين لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. أوعك السلام يا من اللهم يا من لطفت خلق السماوات والأرض لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا والمسلمين في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك ارحم الراحمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا والمسلمين في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض
ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا والمسلمين في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك ديننا وأهلك الكفرة أعداءنا، وآمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي 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 أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مصدرك وغضبك عنا، هلا سيد، وسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا يرحمنا يا رب العالمين. فاتحوا مهما بعيد. آمين.